بنين بشبكة الغاز الطبيعي، كما وقف عند سير العمل بمؤسسة الصناعات الكهربائية بفريحة الوحيدة على المستوى الوطني سعيد طوبال. انتهت اليوم معاناة السكان من تحميل قارورات غاز البوطان بأربع مناطق بدائرة بنين التي حل بها الوزير الأول عبد الملك سلال ليضع حيز الخدمة غاز المدينة لفائدة 1500 مسكن، وهو ما أدخل الفرحة على ساكنة القرى. ليتم بذلك إيصال 56 بلدية من أصل 67، فيما تجاوز معدل الربط حاليا 73%، وبعد الانتهاء من الأشغال الحالية ستصل نسبة الربط إلى أكثر من 98%. وخلال معاينته لمؤسسة الصناعات الكهربائية ببلدية فريحة الوحيدة على المستوى الوطني والتي تغطي 40% من الطلب الوطني، دعا الوزير الأول إلى الإسراع في أشغال توسعة الوحدة لتوفير مناصب شغل لشباب المنطقة. لازم الاكستنسيون، لازم نفوتوا لمرحلة أخرى. دو كري دي زامبلوا بور لا ولاية بور تيزي وزو وباس لا مودرنيتي. الوحدة الجديدة هذه تسمح بإنتاج محولات كهربائية ذات الضغط العالي. القطاع